حي يا فندم أرجوك أنا بتأذي سوري يعني. إيه يا حبيبي أنت أهو؟ مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم؟ إيه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا إيه؟ محمد أمرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا بسرعة. حاضر يا باشا قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك شعرايا بس المكوه لا. مش عايزك تجيب سيره شعر صدرك قدامي. انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرودي هاد ولا ايه؟ سوري والله اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك سامحني وخلينا أروح. عايزني أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم. وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا حبيبي عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحة بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات في حضانة غولة بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال الثاني عمرك حصل لك أي حاجة غريبة حاجة عجيبة؟ مش متذكر بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت. أفتكر إن أنا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعراية هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجة قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم. تيتا ما كانتش بتحب اني اشرب حاجة عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجة؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعراية و12 شعراية. السؤال التالت لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ اخص عليك يا فندم شعر صدري طبعا ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني بتقولها تاني قلت لك 100 مره انا اجرودي يا محمد. بلاش محمد حبسوني على شعر صدري يا مصري. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. انتوا ايه انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كان فضائي. كان ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت انا ست لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم ماليش دعوه بمقاييسكم. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم اموري احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكورة. انت اسمك يا اخ؟ خالد. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم امروني انا خدامكم في حاجة ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدولة هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت. احنا فعلا محتاجين لك. ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحلة الحرجة اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحة قلقان منكم وقلقان من كوكبكم. ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت. هات ايدك يا ادم مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوة يا. لا مكوة ايه؟ هات ايدك يا كريم. هات خلي. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. عادي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم بجد دي زياره كريمه جدا.
وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال. اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابه، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله وانا نسوان. كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني. انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض دم تلتي، الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟ ندفع لك كام؟ مفيش أكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول وادالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا ما شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوا لي شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولية انت وهي. يا نهار اسود. راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لامي ايه؟ هقول لها خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح. يا ليتك السودا يا ابن صبره الصباره. هقول لامي ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدوله ولاد بلدي يعملوا كده مقبوله، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجاله ولا نسوان. يا خسارتك يا خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر. كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش.